تعالوا بقى النهاردة هنشوف مع بعض طريقة عمل السمك المقرمش ورز بطريقة جديدة وبطعم حلو جدا بيليق على السمك. يلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقة، وما تنسوش اللايك، ويلا بينا حبيب قلبي جيجي. وجيت لكم تاني في مطبخ جيجي على قد ايدي، وحشتني كتير وحشني المطبخ معاكم يا حبايب قلبي جيجي. النهارده بقى زي ما قلت لكم كده جايبين السمك كده مع بعض طازه لسه جاي، نظفته عند الراجل وجيت بقى غسلته الغسله المتينه. سعر البولتي بكام يا جيجي جبتيه؟ انا جبت الحلو الجميل ده جبته ب 23 جنيه بالتنظيف، خليكي شاطره كده وفصلي، او قال 25 خدت منه ب 23 بالتنظيف. اول حاجه بصوا عايزه اوريكم ازاي تنقي السمكيه بتاعتك، عشان في ناس كتير ما بتعرفش تنقيها. بصي شايفه العين بتاعتها تبقى بتلمع كده بالشكل ده اهي، بصي عينها بتلمع ازاي. طبعا انا غسلها كويس قوي اهي، منضفاها اهو، السمك اهو تمام لسه جاي اهي، العين بتاعتها طازه اهي زي ما انت شايفه. بصي العين طازه ازاي بالشكل ده، بتلمع كويس جدا قدامك اهي تمام، اهو السمك اهو مغسول وزي الفل. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمله طبعا مقلي. طبعا ايه، نشمري ايديكي علشان اما تدخلي المطبخ لازم كده تشمري كمك كده تشمرتين ماشي، بالذات لما تستعملي حاجات فيها لحوم او حاجات من دي. بص اول حاجه معايا هنا سكينه، هبتدي بقى استنى اولع لكم بقى الدنيا اهو كده كويس. هبتدي بقى ان انا هعمل من اهو فتحات كده اهو للسمكه، عشان انا قلت هعمل النهارده طريقه السمكه المقرمشه. الناس اللي بتحب السمكه البلطي مقرمشه ما بتحبهاش طريه تمام، اهي زي ما بنشتريها من بره. وهقول لك التتبيله الحلوه قوي اللي هي بتاعه طعم المحلات بره، وكمان الكفر المميز ما بيبقاش دقيق وبس، لا بيبقى كذا حاجه هنشوفها مع بعض النهارده. المهم ايه، هنقطع كده اهو، مهمة قوي الفتحات دي. طيب لو انت مش عايزه تعملي الفتحات دي ممكن تقطعي السمكيه بتاعتك تفتحيها اتنين كده اهو، او تفتحيها بالعرض زي ما تحبي. المهم ايه، هقطعهم بقى ونرجع مع بعض نشوف التتبيله. تعالوا بقى بعد ما قطعته كده بالشكل ده، جبت معايا هنا بوله زي ما انتم شايفين، معايا بقى ايه، بصوا التوابل بتاعتي، معايا كزبره ناشفه معلقه كبيره، معايا ملح معلقه كبيره، معايا كمون معلقه كبيره، التلاته قد بعض. طيب مش هتحطي شطه ولا فلفل، بصي يا اما تطحني فلفل يا اما لو عندك هريسه. لو ما بتحبيش الحامي يبقى هنحط ايه، يبقى هتحطي فلفل رومي مطحون. الفلفل بيدي طعم مميز جدا جدا وبيخليها حلوه جدا. معايا توم، التوم بتاعي اهو توم مهروس، قد ايه التوم، معلقتين توم لو مهروس، لو مش مهروس يبقى راس توم ماشي. معايا ليمونتين بالشكل ده، هنعصر كمان الليمونتين اهو. والليمون برضو بيبقى ايه مميز جدا مع السمك، والكمون، الكمون والليمون دول حاجة مهمة جدا للسمك اهو. شيل بس البذر من الليمون ونعصر اهو. كده انا عصرت الليمونتين كلهم اهم. هعمل ايه تاني بقى، هحط معلقتين خل على التتبيله دي، معلقتين من الخل، معلقتين كبار من الخل اهو. همسك بقى كل ده اقلبه كده كويس قوي قوي، ونبتدي بقى نحشي مع بعض السمك. تعالوا بقى نحشي كده مع بعض السمك بتاعنا اهو، بسم الله نفتح كده اهو، نحط كده من هنا كده اهو تمام. بس خلي التتبيله كده بعيد، ليه بعيد؟ عشان هتعرفي دلوقتي. بصي من هنا بحط كده اهو تمام، كده اهو، والناحيه التانيه برضو ندخل فيها التتبيله كده اهو بالشكل ده تمام، كده اهو اهي تمام. هجيب هنا الصينيه احط فيها السمك بتاعي، هعمل التلاتة بالشكل ده. بس كل ما تيجي تاخدي كده تتبيلة اعملي التتبيلة بره هنا اهو كده اهو، ما تعملهاش تحت الطبق.
ليه؟ علشان لو اتبقى تتبيله اعمل فيها ايه، احطها في كيس واحطها في الفريزر استعملها مره تاني، او في علبه بغطا واحطها في الفريزر. لو عملتها تحت السمكيه ممكن السمكيه تنزل نقطه زفاره ولا اي حاجه تبهدل لي التتبيله، فاهمين؟ فانا اخد كده بالتتبيله واحط، والباقي نستعمله مره تانيه. التتبيله دي كمان حلوه جدا جدا لصينيه السمك، لما تيجي تعملي سمك صينيه حطي التتبيله دي، فظيعه مع الخضار، فظيعه فظيعه فظيعه، بتديكي نفس طعم المطاعم بره. اهو هعمل بقى السمكات التانيه وبعد كده نرجع مع بعض. تعالوا بقى بعد ما عملنا كده اتبلنا السمك بتاعنا اهو تمام، تعالوا بقى نشوف الكفر اللي احنا هنعمله. انا معايا طبق من اللي هي الاطباق الفايل دي، الفايل اللي هي الفيل دي، علشان هتبل، بحب اتبل عليها السمك. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم علشان تديكي بقى الطبقه المقرمشه زي المحلات بره. بصوا معايا دقيق، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، أربعة أهو، خمس معالق دقيق كبار مليانين تمام. هحط عليهم معلقة كبيرة أوي مليانة من النشا، عارفين النشا أهو اللي بنعمل منه المهلبية ده أهو، عايزة معلقة كبيرة مليانة أهي تمام، معلقة واحدة كبيرة مليانة على الخمس معالق دقيق. معايا نص بكو من البيكنج باودر، عارفين البيكنج باودر اللي بنعمل منه الكيكه اهو، هاخد نص بكو من البيكنج باودر ده، برضو بينشف معايا السمكايه وبيخليها متماسكه وجميله. معايا كمان ايه، معايا عارفين دقيق الذره، دقيق الذره تمام، هاخد من دقيق الذره اهو اللي بنعمل منه البسيسه ده تمام، دقيق الذره هاخد منه معلقه واحده بس، مش هاخد غير هي معلقه واحده ومعلقه واحده نشا وخمس معالق من الدقيق ونص باكو من البيكنج باودر، ومعايا معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه كزبره ناشفه بتديني بقى كمان ريحه فظيعه اهو بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا ايه اقلب كل ده وامسك بقى سمكايه سمكايه اغلفها بالغلاف ده، بس اهم حاجه قلبيهم كويس. تقدري تعملي من ده كميه كبيره جدا وتحفظيها في برطمان وتحطيها في التلاجة، في باب التلاجة، وتطلعي منها وتكتبي عليها بالاستيكر خلطه تتبيله السمك تمام. اي نوع سمك اعملي بيه، لو بتحبي السمكه مقرمشه وجميله اهي. بصي اعمل كده اهو، المهم ايه غرقيها في الدقيق كويس جدا، عشان ايه احنا مش هنقلي دلوقتي، انا هسيبها لما تشرب الدقيق وتعمل زي كوفر، طبقه زي كوفر كده عليها تمام، مش هقلي دلوقتي، هسيبها بتاع 10 دقايق وبعد كده نبتدي نقلي مع بعض اهو. هعملهم بقى كلهم وبعد كده نرجع مع بعض. تعالوا بقى علشان هنعمل مع بعض شويه رز، عقبال لما السمك بتاعي يتشرب. انا سبت السمك اهو، بصوا السمك اهو تمام، سايباه كده اهو علشان يمص الطبقه اللي انا عملتها دي تبقى عامله زي الكفر تمام. معايا هنا بقى حله نعمل شويه رز كده حلوين مختلفين بطعم حلو جدا ومميز قوي قوي، هيعجب ولادك، وفي شويه خضار كده حلوين. معايا هنا زيت بيسخن على البوتاجاز. معايا هنا كمان بصلايه مبشوره، مش عايزاها متقطعه، انا عايزاها مبشوره اهي او مضروبه في الكبه ناعم، بصلايه صغيره مش كبيره بالشكل ده. هخلي البصلايه تدبل معايا، لما هتدبل شويه هحط معايا جزرايه مبشوره، ومعايا فلفل مش حامي، لو بتحب الحامي حطي فلفل حامي، انما ده فلفل رومي تمام. هنحتاج كمان الرز بتاعنا، غسلناه ونشفناه كويس جدا، معانا ميه سخنه، وهنحتاج من الدقه اللي احنا كنا عاملينها دي للسمك، هاخد منها حته صغيره جدا جدا بس هتفرق معاكي في الطعم بتاع الرز ده، هيبقى مميز قوي قوي قوي. الاول هستنى بس البصلايه تدبل وبعد كده نرجع مع بعض تاني. البصله اهي بتدبل اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هبتدي انزل عليها بالجزر والفلفل، اسيبه برده يدبل. مش هحط دلوقتي الرز بتاعنا، لسه هستنى كل الخضار ده يدبل معايا وبعد كده نرجع مع بعض تاني. تعالوا كده بعد ما دبل كده معايا خالص اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده تمام، الخضار يبقى دبل كده ونزل كمان طعم حلو كده معايا، هبتدي بقى انزل بالرز اهو. الرز ده انا غسلاه ومنشفاه خالص، بس كده اهو
بص بقى، هاخد من معلقة التتبيلة اللي احنا كنا عاملين منها السمك الجميلة دي، هاخد منها كده بصي يعني نص معلقة كده اهو بالشكل ده مش اكتر. هبتدي بقى احط ملح، ملح بقى بتاع الرز، مش هحط بقى توابل لان الحته بتاعت اللي احنا حطيناها بتاعت التومه دي فيها كل التوابل، هحط بس ملح لان الملح بتاعها برده هيكون قليل على كميه الرز. هبتدي بقى اجيب الميه بتاعتي اهي، نصبغ مية الرز عشان يطلع برضو معانا مفلفل وجميل. تمام اهو، بصوا الوانه جميلة ازاي، قيمته الغذائية عالية وكمان مغذي جدا للولاد وطعم جديد وبيليق جدا جدا مع السمك، هيعجبك قوي قوي قوي. بس كده اهو كفاية كده مية. اول بقى ما يغلي ويتشرب هبتدي ان انا اوطي عليه النار، وبعد كده اهو بقى نشوف بقى عشان نقلي مع بعض السمك. تعالوا بقى دلوقتي هنبتدي نقلي مع بعض السمك. الطاسه بتاعتي اهي فيها زيت بيسخن زي ما انتم شايفين. السمك بتاعي اهو، بصوا السمك عمل ايه، عمل فوقيه كده زي كوفر اهو. تمام، هبتدي بقى انزل كده اهو بالسمك، وما تقلبيش في السمك كتير. تمام، نحط تاني واحده جنبه اهو. دايما لما تيجي تحطي السمك حطيه عكس بعضه، ما تحطوش جنب بعضه اهو. حطيت كده السمكتين، مش هقلب غير لما احس ان ايه، ان هو استوى، عشان ما تتهريش معايا وتتكسر. السمكة لو اتكسرت خلاص باظت، ما بتتصلحش تاني. تمام، اما اجي اقلبها بقى هبقى اوريها لكم. النار بتاعتي نار عاليه، مش نار هاديه ولا حاجه، بس هو كان الزيت لسه ما قامش قوي. اما اجي اقلبها نرجع مع بعض. تعالوا بقى عشان نبتدي نقلب مع بعض كده السمك، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بسم الله اهو، بس السمكة خدت لون حلو ازاي اهو، ولسه كمان هتقرمش وهتبقى زي الفل. انا لسه هقلبها تاني على الوش ده عشان بس تدي لون القرمشة. تمام اهو، الثانية اهي كمان اهي، بصوا شايفين لونها حلو ازاي، السمك فريش وريحته تحفة اهو، والرز مغطية عليه النور. نخلص بقى ونقدم مع بعض السمك بتاعنا ونشوفه هو مقرمش، وهعمل جنبيه كده شوية سلطة عشان السمك يستوي والرز يستوي، شوية سلطة عاديين خالص. ونقدمه بقى مع بعض ونشوف الشكل النهائي في ايه. وادي السمك بتاعنا الجميل اهو، اهو خلص وزوقناه كده بالشكل ده في الفلاية كده، الوان وعليها شوية بقدونس كده، وظبطنا كده الدنيا. السمك معايا مقرمش اهو، بصي عامل طبقة حلوة اهو زي ما انت شايفه. الطعم كمان حلو قوي بتاع التتبيله. لو عايزاه يطرى شويه هتغطيه باي حاجه، هيطرى معاكي ويحن ويبقى جميل. والرز كمان بتاعنا خلص اهو، تعالوا نشوف. بصي طبعا لسه سخن جدا، مش هغرفه غير مع الاكل على الترابيزه بتاعت السفره اهو. بصي شكله ولونه وطعمه حلو جدا، هيعجبك قوي قوي قوي. وادي شوية السلطة بتوعنا اهو. وبكده بقى بقت خلصت الحلقة بتاعتنا، يا رب تكون عجبتكم وتكون عند حسن ظنكم بيا. يلا كده اتحمسي بقى كده، وقومي هاتي سمك واعملي كده بالخطوات اللي انا عملتها، وشوية رز واحلى غدا، وكل حاجة تبقى بسيطة كده من ايدك وجميلة. واهم حاجة ان انت عاملة الحاجة بحب. يا رب لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم يا جماعة ما تنسوش اللايك علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وياريت اللي ما اشتركش لسه عندي في القناة يشترك. واشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.